نشرة مفصلة نقدمها لكم من قناة صلاح الدين، أهلا بكم. ضيف رئيس الجمهورية برهم صالح اجتماعا حضره رؤساء الوزراء عادل عبد المهدي والنواب محمد الحلبوسي والقضاء الأعلى فائق زيدان لتدارس التطورات السياسية والأمنية في البلاد في خضم التظاهرات التي شهدتها بغداد والمحافظات الأخرى. ووفق بيان رئاسي، أكد الاجتماع أن الاحتجاجات الشعبية السلمية هي حركة إصلاحية مشروعة، ورفض أي حل أمني لها، والمحاسبة الشديدة لأي مجابهة تعتمد العنف المفرط، وأهمية حصر السلاح بيد الدولة. وأكد الاجتماع مباشرة السلطتان التنفيذية والقضائية بالعمل القانوني في الشروع بفتح الملفات التحقيقية الخاصة بالفساد وملاحقة المتهمين فيها، والمباشرة أيضا بالعمل من أجل تشريع قانون جديد للانتخابات، وبما يجعل من هذا القانون ضامنا لتحقيق العدالة في التنافس الانتخابي، والعمل على قبول التغيرات الإيجابية خصوصا في مجال التعديل الوزاري على أساس الكفاءة والحد من الآثار الضارة للمحاصصة، والمباشرة بالتمهيد لحوار وطني لمراجعة منظومة الحكم والدستور وفق السياقات الدستورية والقانونية.